أصحاب البصائر تقدم. عالم العالم والسحر والسحر والسحر. إخواني الكرام، مرحبا بكم معنا مجددا في برنامجكم عالم الجن والسحر. بزاف ديال الإخوة والأخوات كيسولوني علاش ما بقيتوش يعني تديروا البرامج ديال عالم الجن والسحر. سولوا عليه بزاف ديال الناس، كنشكرهم جميعا. شي واحدين قالوا لي شي تعاليق خاصة، واش الجنون هربوا في رمضان؟ داكشي واش ما خدامش في رمضان؟ ولكن خاصنا نفهموا بأن كل حاجة عندها يعني لكل حالة استثناء. يعني رمضان خاصنا نتفرغوا العبادة ديال الله سبحانه وتعالى أكثر، وفي الوقت نفسه نعطيه للناس شي حاجة اللي عندها العلاقة برمضان. مرحبا بكم في عالم الجن والسحر. بقين مع بوجمع وشيك الخوت. إيوا خاصنا نشوفوا نقلبوا على السيد حسن مدواني يقول لنا شنو باقي عنده مع بوجمع عويشة. انا اليوم ما غنبداش لكم القصه من جديد كما ندير ديما، ولكن غنعاود لكم واحد الحكايه وقعت ليا سنه 1998 انا والسي الحسن مدواني. الحكايه ديالنا بحال اش غنقول لكم، صدقوا او لا تصدقوا، المهم انا كنت ديك الساعه مازال طفل طالب علم، باقي كنقرا، باقي كنعاود القران، باقي كنحفظ القران. واحد المنطقه سميتها بومال دادس، والتحيه للناس د بومال دادس، منطقه يعني منطقه العلم والمعرفه، وفيها الناس المثقفون، فيها الناس يعني ربانيون، منطقه جد جميلة جدا يعني بمناظرها و يعني والناس ديالها. تحية لهم جميعا الناس بومان. هنا كنا كنقراو في ذاك المسجد، واحد المسجد يعني فيه واحد البناء قديم، وعندنا واحد الطالب بدا يلعب في الرماد، ذاك الرماد اللي كان نسخنوا به الماء، واحد شوية ضربوا واحد الجين. إلا قلت لكم ضربوا الجين راه ضربوا الجين. السيد عواج الدراري هربوا، وحتى انا راه هربت عندكم تقولوا راه زعمت. لا هربت. جا الشيخ ديالي الشيخ الحاج محمد شاكير، مولاي محمد شاكير حفظه الله، نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيه. جا عندي قال لي المهدي القرآن راه في صدرك، شنو هو ضد الشيطان؟ القرآن. انا ما خصنيش نتراجع، انا خايف خايف. عرفت شنو هو خايف؟ والسيد عواج ولا كله بحال الرسول، وجهه عواج. وما عرفتش انا كيفاش الفقيه قال لي زعم قرا عليه. انا ديك الساعه نكذب عليكم، ما عرفتش واش باقي عقل على الفاتحه ولا لا، ولكن ملي استمسكت بالله عز وجل وبدك الطاقة اللي أعطاها لي الشيخ ديالي، وبديت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبديت أقرأ، بديت أقرأ القرآن، بديت الفاتحة وما تيسر. قال لي قلب على آيات العذاب، وبديت أقرأ. وهذاك السيد بدأ يغوت، يعني هذاك الدري اللي طاح كيغوت، وقال لي اشنو سميتي؟ السميه ديالو هو سميت الجن. وقال لي دعيتك الله انت وخوك السي الحسن. وهذا الطالب ديك الساعات بكل صراحه وبكل صدق وبكل اخلاص
مازال ما كيعرفش خويا السي الحسن، ما كيعرفوش اطلاقا، ولكن الجين ديريكت قال لي دعيتك الله انت وخوك السي الحسن. قلت لي علاش؟ قال لي كنت في حي النهضه في واحد السيده وجا قرا عليها القران وجرى عليا، ومشيت لدار واحد الدار ديال جيرانكم، دخلت لواحد البنت سميتها وجا خرجني منها، وجيت عاود ثاني لهنا وجيت انت وكتقرا عليا باش تخرجني من هذا السيد، ودعيتك الله وتوكلت عليك الله وبعد مني. هنا اشنو وقع؟ هنا فين خاص بلاد ميرد البال؟ وليت حسيت بالغرور 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 بالغرور، حسيت براسي انا كاين، انا وليت كنتحكم في الجنون، انا راه ما خصني والو نولي سليمان بن داود، وحاشا ان اكون ذلك. يعني هنا خصنا ننتبهوا للغرور، الغرور صعيب. اشنو تنتجنا من هذه القصه؟ اولا بان الجن يعني عنده السرعه في المشي، ولكن الامر ما وقفش هنا. غد ليه مشيت لواحد الهاتف الخارجي ديك الساعات ما كاينش الهواتف النقاله، عيطت لعند ولد عمي قلت ليه فينا هو خويا ودوزوا ليا كي داير لاباس عليك كلشي بخير، قلت ليه شكون هذيك البنت اللي سميتها اللي درتي ليها الرقيه البارح؟ قال لي شكون اللي قالها لك؟ قلت ليه ودي هذاك الجن اللي صيفط اللي خرج من تما، كنت غنقول صيفطي هذاك الجن اللي خرج من تما راه جا عندي لهنا لبومال عاودت لي الحكايه. قال لي شوف بعد من هذا الطريق ديال الرقيه حتى تجمع صورك وتحفظ القران باش ما تصابش بالغرور. وفي الحقيقه راه عقبي احس بيا، كنت غنحس بالغرور، يعني حس براسي انا راه واعر كنتحكم في الجنون، انا باقي صغير ديك الساعات ما واصلش حتى 18 سنه مازال. يوم اللي قلت لها اخرج عدو الله وكنغوت عليه كيبكي حسيت بالقوه. ولكن واحد النقطه مهمه بزاف، كنقدم تحيه وتقدير للشيخ ديالي الجليل الحاج محمد شاكر، لانه اعطاني واحد الصفه يعني باش يربي فيا العقيده الصحيحه، ويربي فيا تقوى الله عز وجل، ويربي فيا بان كلام الله عز وجل ما كاينش شي حاجه اللي هي اقوى منه. بمعنى ملي تكون كتقرا القران الكريم راك كاين، يعني راك موجود، راه ما تخاف من حتى شي حاجه الا من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه هي الرساله اللي كيوصلها ليا وعمري 16 سنه، وهو يعني ديك الساعه غتكون عنده ما بين كذا 50 سنه، دابا راه داخل الثمانينات. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيه وان ينفع به الامه، وان يكثر من امثاله اللي كيوصلوا لك الرسائل باش العقيده ديالك تكون نقيه مع الله سبحانه وتعالى، وباش ما تبقاش تخاف من الجن. ولكن ملي تتلقى مع جوج الناس بحال واحد الاخ ديالي السي الحسن كرد معايا البال باش ما نتصابش بالغرور، وهذا الشيخ باغيني نتشبت بالله عز وجل وتكون عندي العقيده الصحيحه، هنا فين كتلقى جوج ادويه. ملي كتلاقيهم بجوج كيعطيو واحد النتيجه مثمره. ولا نزكي انفسنا على الله سبحانه وتعالى. اذا نحاولوا نربطوا الاتصال بالشيخ الحسن مدواني يكمل لنا القصه ديال الديب الكبير بوجمعه. بابكم ربطنا الاتصال بالشيخ ديالنا الفقيه السي الحسن مدواني. حنا كنقولوا بالامازيغيه وبا، يعني وبا هو يعني خويا الكبير. هاد كلمه وبا عندنا كلمه مقدسه، وكيقولوا السواسه داده، يعني كل واحد وكيفاش كيتكلم بهذا المصطلح. اذا نتاكدوا واش لالين ديال السي الحسن مدواني دايز. مرحبا. مرحبا مره اخرى، كنشكر قناه اصحاب البصائر. مرحبا بك عندنا الاوتور ديالها، وانت منهم، مرحبا بك. نعم كتسمعني بوضوح؟ نعم كنسمعك بوضوح. حتى الاخوه المستمعين والمشاهدين راه كيسمعوك بوضوح. راه قالوا لي تعطلتوا لنا على القصه ديال بوجمعه، بغينا نعرفوا فين وصل بوجمعه ويسا، فين وصل بوجمعه ويسا. وانا قلت لهم احنا غنرجعوا ان شاء الله دابا، حيت كنا الناس في رمضان كيجتهدوا كيشدوا مسار اخر. واحد دار لي في واحد التعليق راه قلتها في المقدمه غتكون سمعتيها، قال لي واش الجنون تيمشي هربوا لكم في رمضان، انت ما بقيتوش كتهضروا في هذا البرنامج ديال عالم الجن والسحر. ولكن راه كل لكل حاله استثناء، يعني راه رمضان خاصنا نتفقهوا في الدين ونتعلموا شنو كاين. اذا غنعطيك الميكروفون
حيت هاد المرة ما عاودتش القصة، يعني ما بغيتش نعاودها باش ما تكونش مملة، بغيت نخليك تبدأ لنا يعني فين فين يعني يعني تبدأ لنا إن شاء الله فين فين حبسنا فين وقنا حتى النهاية إن شاء الله إلى إلى باقي عندك الوقت. نعم كما قلت كنشكر كندا أصحاب البصيرة، ولي الشرف باش نكون من الأوتور ديالها حتى أنا ومن الناس اللي ذاك أصحاب البصائر. أصحاب البصائر ماشي أصحاب البصيرة. أصحاب البصيرة نعم. نعم مرحبا. أنا اللي سميتها وغلط سميتها. ماشي مشكل. الله ينور البصيرة ديالنا وديالكم مرحبا. آمين. أنا نرجعوا مثلا نبداو فين وقفنا. وقفنا ديك الساعة فاش قال الوالد الله يرحمه جيب لنا سير جيب لنا الزيت العود الحقيقية. وقال لي الوالد الله يرحمه فين غنلقى الزيت العود الحقيقية. واحد التذكير الناس باش يفهموا، حنا في الجنوب زيت العود كنقولوها الزيت زيت زيتون، هي اللي كنقولوها حنا في الجنوب زيت العود. نعم. زيت البلدية. نقول احنا زيت العود. قال لي سيدي لنا الزيت الحقيقية، وقال لي الوالد فين غنلقاها؟ قال لي سير عند سي حمد راه يعطيوها عليك في ذاك البيت اللي على اليمن وفي واحد البراميل ديال البلاستيك. مشى الوالد الله يرحمه يلا وصل عند سي حمد بدا يصفق و زعما تيبين واحد الفرحة كبيرة، قال لي كان مبارك حصل على الزيت الحقيقية. نعم. يلا شويه رجع الوالد الله يرحمه قال لي كان عطا عليا ابراهيم نيت احمد ذاك البرميل وفتين ذاك البيت اللي قال لنا. نعم. يعني واحد كل واحد يعطينا شي حاجه من حويجته باش الصالحين يجيو يشوفوا ديك الحوايج. يعني دابا بلاتي واحد دقيقه باش نفهموا مزيان، يعني مثلا باغي الاثار ديالكم مثلا التريكو ديالك والقميجه ديال هذا يعني ديال اي واحد اللي في الدار، كل واحد دابا يبغي يعطي شي حاجه من الحوايج ديالو. نعم. باش يديك زعما يجيو الصالحين يشوفوهم. نعم. وقالوا لي حسك جاتي بلا هاد الدجاجه وقت ما طيب ديها حيدي لي الحوايج كاملين ولبسي له واحد الجلابه واحد القميص وديروا له الفوار ديال العرق حيدوا الدجاجه تمشي تنشف ذاك العرق عاد عطيو الدجاجه ياكلها. يعني دابا بلاتي باش نفهم اكثر، حيت انا بعد الخطره بعد الكلام اللي كنفهمهمش باش غنفهم اكثر، يعني ديك الدجاجه غطيب ملي طيب غتجي انت غتحيد حوايج كاملين غتلبس واحد تلبس واحد القندوره وغيطلع داك البخار ديال الدجاجه على جسمك كامل. هكاك. نعم اتميم. لا غير ملي وصل الليل لا لي الوالد ديك الطريقه اللي قال لي عطاني الدجاجه بديت ناكل فيها ولكن كان لوحة فمي وكتمشي ما كتوصل ليها بطني ما كتوصل ليها كاشي زعما يعني لا تصل الى بطنه هو راه فقيه ديما تمشينا اللغه العربيه الفصحى وهذا الرجل معنا الله يهديك وحنا غير بين الدارجه حنا مولفنا واخا اذا قال لك تيلوح طريف ديال اللحم فمو ديال الدجاج يعني فمو ما تيوصلش للكرش ديالو او ما تيوصلش للكرش. اه كملت الدجاجه هذا يقول الوالد الله يرحمه الوالد عطيوني العشاء ديالي خرب اللي كنت معقلك وديك تحرب كليتي الدجاجة وتتقلب على العشاء. ايه كليتي الدجاجة يا ربي السلام يا ربي السلام يا ربي ما كليت والو راه غير مجرد درتها في امي ومشات في الحال مش عارف واش قلتي بسم الله وليتي غتاكل الدجاجة ولا ما قلتيهاش؟ ما عرفتش ما عقلتي كنتي صغيرة وديك الدجاجة زعما قال لك خصك ما ديرها الملح تكون مسوسة بلا ملحة تكون مسوسة هكاك. نعم نعم واحد القوس انا نفتحو اسمح لي اليوم كثرت لك ديال المقاطعات كنقاطعك بعد الخطرات الناس تيقولوا ديروا الملحه يعني في الدروج ولا ديروا الملحه ملي تبغي تذبح شي ذبيحه ولا كذا ودابا هنا قال لك ما ديرش ليها الملحه اذا هذا الشيء متواتر عند السحره والمشعوذين بان الملحه لها علاقه بالجين. ايه صحيح. نعم اتمم. ديك النهار فاش جات لي ديك الشيء كان نهار الاثنين. نهار الاثنين نعم. الى ربما الى ما خانتني الذاكره نهار 14 شهر 6. 14 شهر 76. نعم نعم. نهار الخميس رجع لنا. اذا جاتني وغبر جاتني كليتي الدجاجه وغبر عليكم ثلاث ولا ربع وجا الخميس. وجا نهار الخميس وجاب لنا شي تفاح بلدي. باش نجاب تفاح بلدي. تفاح بلدي. نعم. ميك تفاح صغير. نعم. كبين هذاك التفاح قال لك ان شاء الله غدا عاود ثاني غنرجع عندكم. نعم. يلا فات العصر شويه حنا كنلعبوا
مع شي ولاد الجيران، وهو جا نعم شافت واحد البنت نعم. خلعات قال لي هو غير شحمق، هربت منه سدت الباب، هربت منه سدت الباب وبدات تلعب معاه. حل يا رقياني عوجان، زعما عرفت سميت هالقيام هذه المعنى ديال رقياني عوجان باش نشرحوها للناس، يعني المعوجة يعني نعم. حل يا رقية المعوجة نعم. قولها لينا كيفاش قالها بالشلحة. قال لي عرض مركياني عوجان، عرض مركياني عوجان نعم. اها كمل نعم. ملي فتحنا الباب سمعت صوت قد دار في مجمع هذاك هذا ماشي حمق نعم. فتحت الباب ودخل قلت لنا عاود نذكرو ولينا يدينا هذا زعما هذا راه عطاني زعما التيرا ديالي العجرة ديالو وهذا مع ثاني راه وقع عليه مشكل تهدد شي مشاكل تهدد بطريقة غير مباشرة. نعم نعم. وفي الأخر قال لي كان كاين واحد المرأة في بلادكم عمرها ما ولدت. نعم. واش يمكن نشوفها بعينيا ونشوف حالتها. يعني باش نوضحوا أكثر، هاد المرأة تزوجات عدة مرات مع مرأة ولدت ياك؟ ما ولدت. نعم مرأة ولدت. تزوجات واحد مجموعة من المرات. نعم. وبدينا نحكرو شكون هي ديك المرأة اللي قالت نعم. نعم. سألت الله يرحمها فكرت وحدها. نعم. قالت لي وكيلة فلانة، قالت لي على حيت هذه اللي قلت انا تزوجت ثلاث المرات وهذيك اللي قلتي راه غير تزوجت غير بعض المرات. اه قالوا الشيطان دابا ماشي من هنا جا من شي بلاصه اخرى. نعم عفوا. يعني الشيطان قال لي حتى الشيطان قال لي حتى العدد ديال المرات. نعم حتى العدد ديال المرات اللي قلتها. نعم. الوالد الله يرحمها سكرتها قالت وكيلة فلانة. نعم. هي قالت سميتها وكملها وسميتها وكملتها سميتها وسميت باها. مثلا بحال دابا الا قلت لي ليه انت مثلا وقيل المهدي وقال لك المهدي بن مبارك نعم حلا كل نعم نعم صافي قال لي خصكم تجيبوها نشوفها بعينيا ونشوف حالتها. نعم. مشات الوالده الله يرحمها باش تعيط عليها يلا خرجت وبدات يضرب في كابو يا لطيفي يا لطيفي يا لطيفي عبد ابنها راه مشات عند ايت مزيان. واحد العائله تحيه تحيه لايت مزيان فين ما كانوا في المغرب. هذا واحد الناس واحد العائله عارقه عندنا في قلعه مكونه كيقول لهم ايت مزيان كنقدروا لهم التحيه من هذا المنبر. نعم. ملي رجعت الوالده الله يرحمها قال لي قال لك جدتها قال لي مشى عند ايت مزيان. نعم. وهاد السيده ولا شافها ولا ما شافهاش؟ نعم لا ما شافها. نعم اتمم. نعم شويه دخلت اخت جده. نعم نقول لها خالتي رقيه. نعم يعني هذه كتسمع عند الوالد ديالنا رحمه الله. رحمه الله جميعا. عند الوالد خال الوالد وعمت الوالدة. هاكاك خالت الوالد وعمت الوالدة. حيت الوالد والوالدة كيجيو بعضياتهم. نعم نعم. جات جالسة معنا شوية مخرجات قال لجدة واش هذه أختك؟ نعم. قال لي إيه. قال لي واش كتقول لك الأسرة ديالها؟ قال لي إيه. قال لي كذبتي ما قال لك واحد يقول لا عمرها بالشحمة. يا سلام. قلت لي الوالد انا ما عرفتش. نعم. هاد الجده الله يرحمها. نعم. قلت لها ما عرفتش. غدا رجعت خالتي. نعم. قلت لها جده رقيه اختي رقيه ما حشمتيش عندك نقول لها مرضيها بالشحمه ما قلتي لي والو. قلت لها ولي عليك اختي فاطمه انت نعم. بنتي هادي ما زعما كتقلبي وكتشتي زعما كتنبشي. قلت لها انت كتنبشي. قلت لها والله ما نبشت وما شفتها كاع بعينيا. نعم. قال لي شكون اللي قال لك هكذا؟ قال لي هذاك السيد اللي شركتي معنا البارح. خلعات خالتي الله يحفظها. بالسيف اصاحبي. والنقطة اللي بغيت نركز عليها ان هذيك الساعة فاش خدام ذاك الشيء ولات انا كنتفوه. نعم. وقلت اعود لهم الشيطان الرجيم قال لي كنحضر احنا خدامين شكون اللي يقول لك الهضرة. هذا هو مربيط الفرس. اذا دابا هو دابا سمعوني نعاود هذه العباره باش نتعاودوا تفهموها حيت ربما يكون الصوت حيت يلاه قدينا المعدات ديال الاستوديو. نتمنى الاخوه يكونوا يعني مستمتعين بالصوت ديال الاخ الفقيه السيد حسن مدواني لان كان عندي المشاكل في الاستوديو ويلا خدم معنا التكنيسيان زكريا حتى قد لنا المسائل جزاه بخير. اذا هنا السؤال ديالي تحيه زكريا وجميع الاطول بارك الله فيك والاداريه قال بارك الله فيك. اذا قال لنا دابا الفقيه انه يعني حيت من بين يعني هذا الحديث ما تذكرتش واش صح ولا ضعيف انه التثاؤب من الشيطان يعني بنادم كيتفوه كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو تفوه وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال ليه ما تبقاش تقول هاد الهضره الا حنا خدامين. اذا يلا نتمنى ديروا لينا شي تعليق على هذا الشيء، نتمنى تصنتوا هذا الفيديو كامل وديروا لينا تعليق على هذه الفقره بالضبط، علاش قال ليه ما تبقاش تقول هذه الكلمه الا حنا خدامين، وقال ليه وعندك تقول هذا الشيء لحد من الفوق حذروا، قال ليه عندك تقول هذا الشيء اللي قلت لك لحد. اذا كمل لنا الفقيه. نعم صافي ديك الساعه بعد عن النت الصراحه مشى، وفي الاخر مشى لعند ولي جلس لي واحد 100 درهم. نعم زاد 100 درهم على ذاك الشيء اللي عطاه الوالد. هذيك 100 درهم في 1977 شحال باش نقدروا نقدروها دابا؟ 76 نقول بحال 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 الدرهم ديال دابا ولا اكثر. اذا النتائج واعره. هنا فين سالت القصه؟ نعم هنا فين سالت القصه يا كنفقيه. اذا النتائج وعبر اللي غنستخلصوا من هذه القصه ديال كل هذا الفقيه ديالنا، اولا يعني عرفنا بان الجن يعني دليل ان الجن كيتعامل مع الانس، هذه يعني هذه مضبوطه من خلال القصه ديالك الحيه، يعني القصه حيه واقعيه. انت الحمد لله لازلت حيا باقي حي، الله يبارك لك في الابناء والاخت عائشه، نتمنى لها التوفيق، الله يعاونها على وليدتها، الله ينجحهم في هذه الامتحانات كلهم جميعا. اذا هنا كنستافدوا بان الجن كيتعامل مع الانس، ها وحده. النقطه الثانيه اللي كنستافدوا من هذه القصه كلها بان بعض الخطرات المشعوذين كيطلبوا شي مطالب غير مفهومه وغامضه وغريبه. يعني مثلا هذيك السيده بلا ما نذكروا الاسم ديالها اللي قال لكم بغيت نشوفها، علم الله زعما كون شافها شنو غيوقع، واش باغي يخدم بها، واش يعني عنده اكما دار ليها هو اصلا شي حاجه، ياك ما سحر ليها شي سحر قوي يعني، وباغي يتاكد واش السحر ديالو باقي شاد. يعني هنا كيتفتحوا بزاف ديال الاسئله. النقطه الثانيه انه الجن يعني الماكله، بان الجن ياكلون ويشربون مثلنا، يعني ما يمكنش واحد الطفل عنده 10 سنين ياكل دجاجه. انتم ما تشوف غير هذه الماكولات الخفيفه اللي تناكلوا ديال 20 درهم 15 درهم تعطيها لوليدك ديال 10 سنين تيضربها في فمو. 10 سنين ديال ما كاينش ديال 10 سنين تماما، انت مازال ما وصلتيش حتى 10 سنين، انت ديك الساعه قد زينب بنتي تقريبا. يعني الانسان تياكل الدجاجه كلها كملها وكيقلب على العشاء. اذا حللوا وناقشوا. بغينا نعطيوك واحد السؤال مهم جدا، مجمع ويشا عرفناه كذاب دجال سحار، بغينا نعرفوا النهايه ديالو شنو هي النهايه ديالو. في 2009 مشيت لواحد الراسه فوالجات. نعم وبديت نحكي القصه لشي ناس. نعم قلت لهم الراسه فين كان في التكوره. نعم قال لي كان فلان خدام معنا وراه ولديك المنطقه. نعم عيطت ليه قال لي السي عبد الرحيم، قال لي نعم، قال لي واش عرفتي واش مع ميشا؟ نعم قال لي كذاك المجرم، شكون اللي مع المجرم؟ نعم. قال لي راه مات واحد شي شهرين هادي، قال لي ولكن الحمد لله ما مات حتى ولا ينبح بحال اللي كلبه. سمعوا النتيجه الاخوه، يعني ولا يفيح الساحر حيث اتى، راه هنا فين ان شاء الله غنبقاو ناخذوا المفردات ان شاء الله ملي نتوغلوا في هذا البرنامج مزيان، غنبقاو ناخذوا الايات القرانيه وتعطيني ان شاء الله التفسير ديالهم بالدارجه وبالامازيغيه باش نستافدوا جميع. واش 99 ولا 2009؟ 99 حيت قلتي 2009، اذا 99 اوكي غلط. اذا توفى في 99 سنة 1999 وما توفاش حتى بدا كينبح، نسأل الله السلامة والعافية. الشهادة ديك السيد اللي قالها لي قال لي حيت أنا ما شفتو زعما أماني ما شفتو من 76. نعم ولكن ملي حكيت لك القصة وقلت لي سميتو قال لي عرفتو راه ما مات حتى ولد ينبح بحال الكلب. ولكن ما ينساوش الإخوة المستمعين والمشاهدين الأعزاء أن الهدف من هذا الشيء كله علاش الوالدين ديالنا وصلوا لهذا المستوى وجابوا هذا السيد يعني باش يداوي الاخ ديالنا، يعني انه باش يولي يشوف بعويناته. يعني لهذا يعني خصكم تعرفوا نعمه النظر، يعني بان نعمه البصر نعمه عظيمه من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى نعمه فقدان البصر نعمه عظيمه بالنسبه لنا حنا، باش نكونوا معكم صريحين. يعني حنا كنستمتعوا بهذه النعمه ديال فقدان البصر لان الله سبحانه وتعالى كيحمينا من واحد المجموعه من المشاكل يعني التي لا علاقه بالنظر، وكيمتعنا الحمد لله يعني بالذاكره القويه ولا نزكي انفسنا على الله سبحانه وتعالى.
والحمد لله يعني حتى الوالدين ملي كبر الاخ اوعى وفهم العقيده كما قلنا في المقدمه، منعهم يعني منعهم من بين الناس اللي مستفدين، يعني انه ما تعطاش للتشعويذ وما تعطاش لذاك الشيء باش يتعالج هو انا، لان انا اخر مكفوف في العائله. وبغيناك تعطينا كلمه اخيره في هذه الحلقه. كلمه اخيره، اول حاجه كان وصي العقيده الصحيحه، الانسان يعتقد خير في الله وما يعتقد خير الشعوذة والمشعوذين، على يكشف مآله إلى الهلاك وإلى العذاب وقانا الله وإياكم منها. والإنسان خصنا يعتر ديك المظاهر ديال المشعوذين وديك نعمل معجزات ديالهم، اللي تيقولوا معجزات راه ماشي معجزات، راه خوارق، ما يسمى بالخوارق، راه غير تخرجوك عمل شيطانية. هادشي اللي بغيت يعرفو، حيت إلا قرنا على الدجال يدير شي معجزات اللي كثر من هذا الشيء اللي كيديروا المشعوذين، ومع ذلك مجرد خوارق وليست بمعجزات، والمعجزات راه عند الانبياء. هادشي اللي بغيت يعرفوها الناس ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. دائما كما كان وعدكم، دائما عالم الجن والسحر غنحاولوا نخصوا ليه حلقه اسبوعيه او حلقتين اسبوعيتين، يعني هذه الحلقه ان شاء الله دائما غتوضع دائما ليله الاحد او صباح يوم الاحد في كل اسبوع، الى نقدروا نزيدوا نهار اخر فهداك الشيء اللي بغينا ما قدرناش، المهم راه غنحاولوا نجتهدوا باش نستافدوا جميعا. معكم اخوكم المهدي مدواني، الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.